بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كونستانت أو الثوابت، حنتعرف على موضوع الثوابت. الثوابت هي عبارة عن أسماء أو تشبه فكرة المتغيرات، بس الفرق بينها وبين المتغيرات إنه الثوابت ما تتغير طول البرنامج، بمجرد ما تحط له قيمة ما عاد تقدر تغيرها. طبعا الثوابت نقدر نعرف ثابت بـ define، تكتب define بعدين تكتب اسم الثابت، مثلا the data، بعدين فاصلة تحط القيمة هنا، ممكن تكون 10، ممكن تحطها نص، ممكن تحطها أي قيمة تتودى. الآن لاحظ، عرفنا الثابت، لو كتبنا له إيكو ذا داتا، لاحظ أنه الثابت ما يستخدم معه اس دولار، لاحظ النقطة هذه، وما تقدر تكتب ذا داتا يساوي 10 لأنه هذا ثابت، ما تقدر تسوي هذه العملية. الآن خلينا نلاحظ عملية الطباعة ونشوف ايش الناتج. سوي ريفرش. الآن لاحظ طبع، احنا قلنا له أطبع إيكو. من التقاليد المعترفة أو التقاليد المعروفة في تسمية الثوابت إنها تكتب بحروف كبيرة. طبعا أنت تقدر تكتب الثابت بحروف صغيرة، يعني ممكن أنا أكتب ماي سايت وأحط أي شيء، ولا أحط له مثلا www.google.com، لكن التقليد المتبع والمتعارف عليه بين المبرمجين إن الثوابت تكتب بحروف كبيرة، وهذا معنى كونستانت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.